وزير الدفاع اليمني يبحث مع وفد بريطاني التنسيق المشترك لمواجهة تهريب الأسلحة لميليشيات الحوثي. السفير السعودي لدى اليمن يؤكد أن الوديعة الجديدة جزء من حزمة لدعم اليمنيين والاقتصاد والتنمية. ميليشيا الحوثي تكثف دوراتها الطائفية وتستهدف مسؤولين أمنيين ومدرسين. الولايات المتحدة تعيد إلى عهدة السلطات اليمنية 77 قطعة أثرية ومخطوطة منهوبة. ملفاتنا في هذه الساعة يمنية، نبدأها مما بحثه وزير الدفاع اليمني الفريق محسن محمد الداعري، الذي بحث تعزيز التعاون المشترك مع بريطانيا في مكافحة الإرهاب والتهريب. وخلال لقائه في عدن وفدا بريطانيا ضم مستشار الأمن البحري ورئيس صندوق الأمن والاستقرار ومساعد الملحق العسكري، أشار الداعري إلى التهريب الإيراني المستمر للأسلحة لميليشيا الحوثي واستغلالها للتهدئة ورفضها لجهود إحلال السلام، مشيرا إلى التخادم والتعاون الصريح بين الحوثي والقاعدة وداعش، وهو ما أكده الإفراج عن عناصر إرهابية وتبادل الأسرى بينهم. ودعا وزير الدفاع اليمني إلى الابتعاد عن سياسة الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بتقدم قوات الشرعية لتحرير المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات. نشرح أكثر في إطار هذه التصريحات وماذا يمكن أن يقدم البريطانيون إلى الجيش اليمني. تصريحات وزير الدفاع اليمني عن العلاقة بين الحوثي والقاعدة جاءت عقب الإعلان عن تبادل الأسرى بين الطرفين. ذلك يأتي في وقت تتكشف طبيعة هذه العلاقة التي تنسقها إيران من خلف الستار بحسب تصريحات سابقة للحكومة اليمنية. العلاقة بين الحوثي والقاعدة انتقلت إلى العلن بعد سنوات من التنسيق والتعاون وتبادل الأدوار في اليمن. الأحد الماضي أقرت ميليشيات الحوثي على لسان مسؤول لجنة الأسرى عبد القادر المرتضى إجراء صفقة تبادل الأسرى مع تنظيم القاعدة، تم الإفراج بموجبها عن 3 من أسرى الحوثي مقابل 2 من القاعدة. واعتراف الحوثي جاء بعد إعلان القاعدة عن هذا التبادل. وكانت الحكومة اليمنية كشفت في رسالة إلى المجلس الأمن في إبريل من العام قبل الماضي عن إطلاق الحوثيين نحو 252 سجين من القاعدة كانوا محتجزين في سجون الأمن السياسي والقومي في صنعاء، بينهم المتهم بتفجير المدمرة الأمريكية يو اس كول. وقال الإرياني إنه سبق وأن قام الحوثي بإطلاق عدد من العناصر الإرهابية من سجن الأمن السياسي بعد سيطرته على صنعاء، بينهم عدد من قيادات القاعدة. وأضاف أن الميليشيات أفرجت في 13 من نوفمبر 2018 عن 20 عنصر إرهابي، بينهم 16 من عناصر القاعدة وأربعة من داعش. كما أطلق الحوثي في ديسمبر 2019 6 من عناصر القاعدة قبل أن يطلق في منتصف عام 2020 3 من أخطر عناصر القاعدة. في إبريل 2020 أطلق الحوثي 43 من عناصر القاعدة من سجونها من جنسيات مختلفة. وسبق أن أكدت الحكومة اليمنية أن التنسيق بين الحوثي والقاعدة وداعش وصل إلى حد تبادل الأدوار الإجرامية المهددة لأمن والاستقرار ووحدة اليمن ومحيطها العربي والإقليمي وخطوط الملاحة الدولية. ولفت الإرياني إلى التعاون الأمني والاستخباراتي بين الحوثي وتنظيمي القاعدة وداعش وتنسيق العمليات القتالية بينهما في مواجهة الشرعية. لا أي حد يمكن أن يكون هذا التخادم بهذه الطريقة. وناقش هذا الموضوع محلل العسكري والاستراتيجي اليمني العقيد يحيى أبو حاتم سعادة العقيد، أهلا بك. وصلت إلى تبادل المسجونين بينهما بهذه الطريقة، وبالتالي أسأل عن رصدك لهذا التخادم ما بين
الميليشيات الحوثية وتنظيمي القاعدة وداعش من جهة أخرى. حياك أخي محمود، أعتقد حياتي. أننا تكلمنا عن هذا مرارا وتكرارا. أخي العزيز، لا شك أن الجميع وخصوصا المتابعين للملف اليمني ابتداء من المعركة التي قادها الجيش اليمني وسميت معركة السيوف الذهبية في محافظة أبين، واستطاعت أن تحصر تنظيم القاعدة في أماكن يعني ضيقة، واعتقلت الكثير من قيادة هذا التنظيم، وكذلك قتلت الكثير من قياداته وأفراده. بعد أن انقلبت جماعة الحوثي على الدولة وسيطرت على العاصمة صنعاء، بدأت في التعاون مع تنظيم القاعدة وداعش بتنسيق عالي من قبل إيران، التي لا يخفى على أحد أنها دربت ولا زالت تدرب وتحتضن قيادات تنظيم القاعدة، وهي التنظيم الأوحد أو الدولة الوحيدة التي لم تشهد أي عمل عدائي من قبل تنظيم القاعدة. أخي الكريم، تنظيم القاعدة بعد أن استطاع الجيش اليمني والتحالف العربي أن ينفذ ضربات موجعة بالتنسيق مع الحلفاء الإقليميين والدوليين لتنظيم القاعدة في محافظة شبوة، في محافظة أبين، تراجع هذا التنظيم بشكل كبير جدا، ولكن دعم جماعة الحوثي لهذا التنظيم الذي أدى إلى ظهوره مجددا في مناطق التي سيطر على الحكومة الشرعية والمتاخمة لمناطق سيطرة الميليشيات الحوثية. البعض يقول ما هي الأهداف أو المصالح لجماعة الحوثي وأيضا جماعة القاعدة للتعاون المشترك فيما بين، وهنا أريد أن أوجز المصالح المشتركة للتنظيمين الإرهابيين القاعدة وأيضا جماعة الحوثي. نعم. جماعة الحوثي ترى أنه بدعم جماعة القاعدة ويعني لوجستيا وعسكريا وإيصالها إلى المناطق المحررة بهدف إقلاق السكينة والاستقرار في المناطق المحررة وإظهار الحكومة الشرعية أنها عاجزة عن بسط الأمن والسيطرة في هذه المناطق، أيضا استهداف القيادات العسكرية للحكومة الشرعية وأيضا ضرب الموارد الاقتصادية سيؤثر سلبا على عمل الحكومة الشرعية، وسيظهر الجماعة الحوثية أنها قادرة على بسط الأمن والاستقرار في مناطق سيطرتها أو المحتلة من قبل ميليشياتها. نعم. تنظيم القاعدة هو أيضا مستفيد ولديه مصالح، أنه كان قد حصر وكان قد يعني تخلخلت صفوفه، اليوم يعيد ترتيب صفوفه، يعيد يعني أفراده وقياداته إلى التنظيم، وأيضا وجد مكانا يستطيع من خلاله أن يسرح ويمرح وأن يتحرك بأريحية ويتلقى الدعم اللوجستي من جماعة الحوثي. وكل الجماعتين لديها أهداف، ألا وهو محاربة الحكومة الشرعية. كل التنظيمات الإرهابية في العالم ليس لها عدو سوى الأنظمة والجيش، وبالتالي هناك هذه هي المصالح المشتركة ما بين التنظيمين. أخي العزيز، كما تكلمت وأعيد وأكرر، التنظيم يعني أو التعاون بين جماعة الحوثي والقاعدة هو أكبر من هذا المستوى. لا. القاعدة اليوم تتواجد في البيضاء، وهي مناطق تسيطر عليها جماعة الحوثي، ويتحرك بأريحية عالية جدا، بل هو مؤمنة من قبل تنظيم الحوثية حتى المناطق التي تتاخمها، وهي مناطق تخضع لسيطرة الحكومة الشرعية. وبالتالي كما أؤكد أن التنظيمين يتحركان بتوجيهات إيرانية التي هي تسيطر على المشهد والملف العسكري في اليمن من قبل جماعة الحوثي. طيب، أسألك عن اللقاء بين وزير الدفاع اليمني وما بين الوفد البريطاني وضم مستشار الأمن البحري وملحق العسكري، وهنا أسألك ما الذي يمكن، يعني دائما نسأل عن الدور الأمريكي في موضوع منع تهريب الأسلحة من إيران إلى الداخل اليمني إلى الميليشيات الحوثية، لكن لما نسأل عن الدور البريطاني ما الذي يمكن أن يفعله البريطانيون في هكذا دور أسطول خامس تبع أمريكا؟ يعني ما الذي يمكن أن يفيده أو يضيفه البريطانيون؟ أولا، الجدير بالذكر أن الحكومة الشرعية اليوم باتت شريك حقيقي للمجتمع الدولي في محاربة الإرهاب، وهناك تعاون وثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع كل الدول التي تحارب الإرهاب في العالم. لكن سؤالك مهم جدا، ما هو دور بريطانيا؟ أنا أعتقد، أنا من وجهة نظري أنا المتواضعة وكيمني، أن بريطانيا إذا كانت صادقة وجادة في دعمها للحكومة الشرعية في محاربة التهريب الإيراني لجماعة الحوثي، فعليها أولا أن يعني أن تجبر جماعة الحوثي، وهي التي بريطانيا التي تزعمت
عملية إيقاف العملية العسكرية داخل مدينة الحديدة تحت المسمى الإنساني، وضغطت بكل ما لديها من قوة حتى توقفت العملية العسكرية، وهي كان قاب قوسين أو أدنى من تحرير مدينة الحديدة. مدينة الحديدة التي إلى هذه اللحظة تسيطر على جماعة الحوثي وعلى موانئها الثلاثة، ومن خلالها يتم تهريب الأسلحة الإيرانية عبر البحر. لو توقفت لو ضغطت بريطانيا على المجتمع أو على الحوثي وألبت المجتمع الدولي كما ألبته على الحكومة الشرعية لتوقفت عمليات التهريب، لأنه بعد أن تسيطر الحكومة الشرعية على مدينة الحديدة أو أن يتم تنفيذ اتفاقية ستوكهولم التي تنص على خروج جماعة الحوثي من مدينة الحديدة وإحلال القوات التي كانت تسيطر على مدينة الحديدة قبل انقلاب جماعة الحوثي، لما كان هناك تهريب ولما استمر عملية تهريب الأسلحة التي تدخل بشكل مستمر لجماعة الحوثي. هناك ما يتم إلقاء القبض عليها من قبل البحرية الأمريكية، لكن هناك شحنات دخلت ولا زالت تدخل جماعة الحوثي، ولن يتوقف التهريب ما لم يتم تحرير وتأمين مدينة الحديدة، إما عن طريق كما قلت وهو إجبار الجماعة الحوثي بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، أو أن ترفع بريطانيا والأمم المتحدة يدها عن الملف اليمني وتسمح للحكومة الشرعية والتحالف العربي بتأمين مدينة الحديدة. ما عدا ذلك فهو ضحك على الدقون. أنا أعلم جيدا وقد يكون كلامي فيه نوع من الحدة على بريطانيا، لكن الجميع وأبناء الشعب اليمني يدركون أن بريطانيا هي المتزعمة للملف اليمني، وهي التي أوقفت العملية العسكرية في مدينة الحديدة. نعم، نشكرك العقيد يحيى أبو حاتم من القاهرة. سعادة العقيد شكرا جزيلا لك. بعد الفاصل إلى عنوان جديد وفيه: بريطانيا تشيد بالوديعة السعودية الجديدة لدى البنك المركزي في عدن. يواصل إيرانيون انتفاضتهم ضد النظام في الشوارع والجامعات. ما هي سيناريوهات الشارع المنتفض على سلوك حكومته في الأيام المقبلة؟ كان جواب الحكومة الرصاص والقتل للمتظاهرين البلوش. خامنئي عاجز، هل يؤيد النص أم يؤيد بلتجيته؟ ما الذي تغير بانضمام منطقة الأحواز للمظاهرات؟ الأزمة كشفت عن ضعف الخطاب التقليدي للنظام. المتظاهرون بدأوا بالتجمع هنا في ساحة الجمهورية تضامنا مع قضية الشابة مهسا أميني. الدور الخارجي، هل يمكن أن يغير شيء في الداخل الإيراني على المستوى الأمني أو السياسي؟ هل كل ذلك يضمن بأن يكون مصير هذه الاحتجاجات مختلفاً هذه المرة؟ حالة الإنكار التي يعيشها النظام الإيراني هي الفخ الذي ينصبه لنفسه. يوجد هناك السياسي لدى هذا النظام. هل يمكن لهذه التظاهرات أن تصمد أمام هذا القمع من قبل النظام الإيراني؟ من حولك، في كل حركة متناغمة وسكون، في الانتظار لانتهاء الألم، في كل ثانية تمر هناك أحداث، صراعات، في كل جزء من العالم، فكل لحظة ترسم مشهدا، تشكل خبرا، تصنع حدثاً. قال السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر للحدث إن الوديعة السعودية الجديدة هي جزء من حزمة لدعم الاقتصاد والتنمية في اليمن، إضافة إلى تحقيق استقرار سعر الصرف. الحقيقة الوديعة هي جزء من حزمة من الدعم التنموي والاقتصادي للأشقاء في اليمن، هو مجموعة من الدعم تتكامل مع بعضها البعض في خدمة الإنسان اليمني وخدمة الاقتصاد اليمني ودعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني ليقوم بدوره هو والحكومة اليمنية في خدمة الإنسان اليمني ومواجهة التحديات الصعبة التي حقيقة يعانون منها بشكل كبير جدا. فالحزمة مكونة من مليار دولار من المملكة ومليار دولار من الإمارات. المملكة أودعت بالأمس مليار دولار في البنك المركزي اليمني، وهذا سيساعد في دعم الاقتصاد، استقرار سعر الصرف، هذا سيساعد أيضا التجار ورجال الأعمال في القدرة على شراء واستيراد وخاصة المواد الغذائية الأساسية.
كما أكد السفير السعودي لدى اليمن أن الوديعة السعودية لا تخص عدن فقط، ولكن هي لكل الشعب اليمني، مشيرا إلى أنه لا يوجد تمييز في تقديم المساعدات إلى اليمنيين. بالنسبة للوديعة اللي في البنك المركزي في عدن، هي ليست خاصة بمنطقة معينة، هي خاصة بكل اليمن. 70% تقريبا من المواد الغذائية التي تم شرائها في العام 2018 و19 و20 من الوديعة السعودية كانت إلى المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين، وبالتالي فهي تخدم الشعب اليمني، والحكومة اليمنية هي حكومة لكل الشعب اليمني، لذلك لا تمييز ولا إقصاء لأي من الشعب اليمني. هذا وأكد السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر أن منح المشتقات النفطية المنح لا تهدف فقط لتشغيل المحطات الكهربائية، بل تهدف أيضا إلى توفير الدولار واستقرار سعر صرف الريال اليمني. الدعم أيضا في مشتقات نفطية، هناك منحة مشتقات نفطية المرحلة الثانية، المرحلة الأولى كانت ب 422 مليون دولار انتهت قبل 6 أشهر، واستكملنا المرحلة الثانية بتوفير مشتقات نفطية لتشغيل محطات الكهرباء في عموم المناطق الخاضعة للسلطة الحكومة اليمنية. هذه ليست مجرد تشغيل محطات كهرباء، هي أكبر من ذلك، هي تساعد الحكومة في عدم شراء المشتقات النفطية من الخارج، وبالتالي لن تسعى للحصول على الدولار، وبالتالي سيسهم في استقرار سعر صرف الريال. هذا ولاقى إعلان السعودية عن وديعة جديدة للبنك المركزي اليمني بمليار دولار لاقى ترحيبا كبيرا بين المواطنين اليمنيين، معتبرين أنها جاءت في الوقت المناسب في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية واستمرار التهديدات الحوثية تجاه القطاع النفطي. السعودية سيكون لها دور كبير جدا في العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والعمل على تحسين قيمة العملة الوطنية، كونها أتت في ظل ظروف اقتصادية صعبة. الوديعة السعودية عادت الأمل للشعب اليمني، وعادت وتعتبر إرادة، وتعتبر للحكومة دافع قوي لمواجهة التحديات الذي يفرضها الجانب الحوثي على الحكومة اليمنية وعلى الشعب اليمني. بالنسبة للوديعة السعودية كانت كحل مناسب في الوقت المناسب، خاصة في ظل تدهور الحياة المعيشية لدى المواطنين. نتمنى من قيادة الحكومة أن توظف هذه الوديعة التوظيف السليم، وأن تسعى بشكل جدي لوضع معالجات مستدامة لانتعاش الاقتصاد. هذا وقال السفير البريطاني لدى اليمن إن بلاده ترحب بالإيداع السخي للمملكة العربية السعودية لمليار دولار في البنك المركزي اليمني في عدن، مشيرا إلى أن هذا الدعم يمثل شريان حياة لليمن، منوها إلى أن المملكة المتحدة تدعم بشكل كامل جهود البنك المركزي اليمني لضمان توفير أقصى قدر من الفائدة للشعب اليمني. لابد أن يواكب الوديعة برنامج إصلاح اقتصادي شامل، وتكون توجد رقابة على البنك المركزي، وتكون هذه الوديعة ثابتة. لا توجد رقابة على التجار، لا توجد رقابة على الصرافين، لا توجد رقابة على في السوق المحلية للأسعار، لا توجد أي رقابة في هذا المجال حتى يستفيد المواطن من هذه الوديعة. إذا وجدت الرقابة الحكومية على الأسعار وضبط المتلاعبين بالأسعار سيحصل استفادة من الوديعة، لكن الوضع الحالي الآن نحن التجار يبيعوا علينا بسعر 400، وهذا للأسف يضر بالمواطنين. لكن إذا حصلت رقابة حكومية وإذا نزلت الدولة إلى الأسواق وضبطت الأسواق ستحصل الفائدة المرجوة من هذه الوديعة. كم وديعة حصلت؟ وحصل منها انه تنخفض الاسعار يوم ويومين ثلاث بالكثير وترجع من جديد وترجع ازيد مكانها. نشتيها من الدوله او من الجهات المختصه ان تنقصنا الاسعار، وان يعني ان المواطنين في حاله يرثى لها، الناس تعبانين، الناس حالتهم يعلم بها الله من كل شيء، فالواجب على الدوله وعلى الناس وعلى التجار ان ينقص الاسعار. وحين الصرف نزل يتعذروا بالصرف، الصرف طلع الان ينزل، فما لهم ينزلون بالأسعار ويخلوا الناس تعيش. السعودية تعلن إيداع مليار دولار في حساب البنك المركزي اليمني، خبر فور إعلانه سجل الريال اليمني ارتفاعا كبيرا أمام العملات الأجنبية في إطار مساندة الشعب اليمني تنمويا واقتصاديا وتعزيز قدرات البلاد في برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد العربي كجهة فنية.
نحن نثمن ونقدر وصول الوديعة ونقول فعلا الوديعة سوف تأتي أكلها وتحقق نتائج على مستوى سعر الصرف وعلى مستوى الاقتصاد إذا ما تزامنت بخطوات متكاملة. نحن دائما نتمنى بل نناشد الأشقاء والحلفاء أنهم يساعدوننا في إيش في دعم اقتصادنا، لكن نقولها ونكرر أن دعم الاقتصاد لا يمكن يترتب وصول وديعة فقط، نحتاج إلى إخراج القطاع المصرفي من ثباته. من جهته أعرب مجلس القيادة الرئاسي اليمني شكره للسعودية وأكد أن الوديعة تمثل دفعة قوية للاقتصاد اليمني والتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية. الحكومة اليمنية وصفت الوديعة السعودي بالخطوة الكبيرة والمهمة التي ستسهم في تحسين السياسة النقدية للبنك المركزي وتحقيق استقرار العملة. هذه الوديعة ليست الأولى، سوف تسهم بشكل كبير جدا في تحسن الوضع الاقتصادي وخصوصا مع قدوم شهر رمضان المبارك والذي غالبا ما يستغله كثير من التجار في رفع الأسعار وفي مضاعفة معاناة المواطنين. هذه الوديعة سوف تسهم بشكل كبير جدا في خلق استقرار اقتصادي، ولكن نتمنى من الحكومة اليمنية أنها تعمل على عمل رقابة على الأسواق وعلى التجار. وعلى مستوى الشارع اليمني عاد منسوب التفاؤل بتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي بفعل استقرار سعر العملة اليمنية التي كانت تشهد تراجعا كبيرا حتى قبيل ساعات. طبعا ستكون لهذه الوديعة أثر كبير في حياة المواطن. حياة المواطن الآن في عيشة ضنكة نتيجة الارتفاع الأسعار وهذه. نتمنى أن تكون هذه الوديعة عامل محفز للاقتصاد اليمني وخصوصا في المحافظات المحررة. يواصل الريال اليمني رفع قيمته أمام الدولار مدفوعا بالوديعة السعودية التي أجمعت الأوساط السياسية والاقتصادية هنا أن أثرها سيكون كبيرا في إنقاذ اقتصاد البلاد والتخفيف من معاناة المواطن. ردفان الدبيس، الحدث، عدن. نخش هذا الموضوع من القاهرة الاقتصادي اليمني الدكتور عبد السلام الأثوري. دكتور عبد السلام أهلا بك، كيف يتحقق ذلك؟ يعني كيف ينعكس على تحسن سعر صرف الريال اليمني حينما توضع وديعة بمليار دولار من المملكة العربية السعودية؟ مساء الخير. مساء الخير دكتور أحسن. حقيقة هذه الحالة هي تتجدد كلما تم الإعلان عن وديعة متقدم من الأخوة الأشقاء للحكومة اليمنية وللبنك المركزي، يتم تراجع أسعار الصرف لصالح الريال، وهذه هي جزء من لعبة الصرافين. عندما يحدث ذلك يدفعوا باتجاه تخفيض المضاربة على شراء أو على بيع العملة لانتظار للناس تأتي لبيع ما لديهم من عملات صعبة وما إلى ذلك، وتستغل بذلك أنها تشتري العملات الصعبة من الناس بأقل من سعرها الحقيقي التي تم تداوله قبل إعلان مثل هذه الوديعة. العامل الأساسي في هذا هو عامل نفسي أكثر من عامل اقتصادي، لكنه يحقق نوع من الجانب الإيجابي في تحقيق نوع من تراجع سعر الصرف لصالح الريال اليمني. هذا يتطلب في الأخير أن يتبع إجراءات حقيقية وفعلية لتدعم سعر الصرف لصالح الريال اليمني من خلال التمويل الحقيقي للسلع والخدمات والتمويلات الخارجية للسلع التي تتطلب إلى عملة صعبة. الوديعة بحد ذاتها الناس انتظرتها من 7 أشهر أو من 8 أشهر لتحقيق هذا الهدف لمعالجة مسألة الاضطراب في سعر الصرف وما إلى ذلك، ولكن الحكومة اعتمدت بالدرجة الأولى عبر البنك المركزي لتمويل السوق عبر المزادات من خلال الاحتياطات التي كانت جمعتها طوال فترة الماضية من أسعار النفط التي كانت مودعة في بنك الأهلي في السعودية لصالح البنك المركزي، وأيضا بقايا الوديعة السابقة التي صرفت في قبل حوالي 6 أشهر أو 5 أشهر، وأيضا بعض يعني الحسابات الخارجية. دكتور عبد السلام، هي الوديعة مستردة، يعني هو مبلغ في دولة تريد أن تساعد فتضع هذا المبلغ لكنها مستردة، يعني المفروض أن الحكومات اليمنية القادمة ترد هذا المبلغ للمملكة مرة أخرى.
هل هذه فحوى الوديعة الحقيقي؟ هذا مش مبلغ طبيعي، مش تبرع يعني، هذا يعني مش طبيعي. منحة في نعم. فرق بين المنحة والوديعة، هذا نعم. مبلغ يوضع لفترة زمنية ثم المملكة تاخذه مرة أخرى، يعني هذا فهمنا للوديعة يعني. صحيح، هذا هو نظام الودائع التي تعطى من دولة إلى أخرى وتقدم مباشرة لدعم الاحتياطات النقدية الخارجية، وبالتالي لها فترة زمنية، إما أنها تعطى وديعة بدون فائدة أو بفائدة معينة ثم تسترد لصالح الدولة التي أعطت هذه الوديعة. الوضع اليمني ما زال تحت وصاية التحالف، وبالتالي الأمر قد يكون هناك نوع من التساهل الكبير جدا لصالح الحكومة اليمنية، باعتبار أن موارد الحكومة اليمنية لا تستطيع أن تفي بالتزاماتها باسترداد الودائع في فترات معينة خلال السنوات، وخاصة أن اليوم المشكلة أصبحت معقدة كثير جدا بسبب توقف صادرات النفط، وبالتالي العجز الكبير الذي حدثته عملية توقف صادرات النفط عجز كبير، وبالتالي حتى الوديعة لن تسد نسبة العجز في ميزان المدفوعات، ولا تحقق أيضا يعني الغرض إلا في حدود تحقيق نوع من التوازن للاستقرار العملة في الحال القائم، وتمكين البنك المركزي من الاستمرار في إنزال المزادات للعملة لدعم العملة اليمنية لتمويل السلع الخارجية وهكذا. أعتقد أن هناك فجوة تمويلية بحاجة البلد بحاجة إليها أكثر من 3 إلى 4 مليار دولار، هذا الأمر لا يمكن أن يتعالج إلا بإعادة الموارد الداخلية وخاصة النفطية والغازية ودعم الصادرات لدعم أيضا ميزان المدفوعات. سعر الريال اليمني في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية وسعره في المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية، هذا الفارق لما تكون في وديعة بهذا الشكل أو ودائع أخرى قد تقدمها دول شقيقة أخرى، كيف يمكن التفريق في الاستفادة بين الريال اليمني في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات والريال اليمني في المناطق التي تسيطر عليها الشرعية؟ الريال النسخة القديمة الموجودة في لدى الميليشيات الحوثية هي أولا السيولة هناك محدودة وبالتالي تحت سيطرة الميليشيات، وأيضا هناك سعر جبري تفرضه الميليشيات بالنسبة لسعر العملة هناك. الأمر المتعلق بالتعاملات الخارجية والتمويلات الخارجية تتم أساسا في المنطقة الاقتصادية الخاضعة للحكومة اليمنية ومن خلال البنك المركزي ومن خلال أيضا قطاع الصرافة التي أيضا تعمل بالدرجة الأولى مباشرة من خلال يعني منطقة الشرعية، الأمر الذي يؤثر ويؤثر باستمرار نتيجة لوجود إصدار نقدي كبير جدا ونسبة المضاربة في أعلى وهكذا. لكن يعني الحوثيين استطاعوا أن يفرضوا سعر جبري لسعر العملة لديهم دون المساس بهذا السعر إلا في إطار ما يتجه أو ما تخلقه من اتجاهات هي تفرضه بناء على ما تريده لأبعاد سياسية أكثر من بعد اقتصادي. ربما أيضا السيولة النقدية بالنسبة للنقد الأجنبي المتوفر في مناطق الحوثية هو أكبر نتيجة للتحويلات الخارجية، وأيضا الحجم الاقتصادي الموجود في المناطق الشمالية أكثر من مناطق الجنوب، وخاصة هناك يعني السلع كثيرة تأتي من مناطق الشمال إلى مناطق الجنوب، ويتم أيضا المدفوعات فيها بالعملة الصعبة تعود من خلال المنطقة الشرعية إلى منطقة الحوثي بتبادل يومي بسعر يومي للعملة بالعملة الصعبة. هذا وفر بالنسبة للمناطق الشمالية يعني عملة أكبر مما عليه، هو نتاج للوضع القائم وأيضا لنفوذ وسيطرة الحوثيين على النسبة الغالبية من النشاط الاقتصادي المجتمعي في البلد. ما يحدث الآن هو أن الريال عندما يستعيد قوته في مناطق الشرعية وما ذلك، هو يؤدي في الأول وفي الأخير لصالح المجتمع اليمني، بحيث أن فوارق السعر بين المنطقتين سيكسبه المستهلك اليمني والمواطن اليمني. هذا الأمر نعتقد أنه الوديعة قد تعالج جزء من هذه المشكلة خلال هذه المرحلة، لكن أيضا إذا لم يتم استعادة صادرة النفط وما إلى ذلك ستبقى المشكلة كما هي عليه، ولن يستعيد الريال قيمته بالصورة المثلى ولا بالصورة المطلوبة، ستبقى سعر العملة على ما هي عليه في حدود السعر القائم.
دكتور عبد السلام الأثوري الاقتصادي اليمني. دكتور عبد السلام شكرا جزيلا لك. بعد الفاصل إلى عنوان جديد وفيه: ميليشيا الحوثي تجبر قيادات أمنية ومدرسين على المشاركة في دوراتها الطائفية. سقوط خيرسون أمام ماريوبيل، الميناء المحاصر. بعض الناس لم يجد أي طريقة للخروج من هذه المناطق المدمرة. ما يحدث حتى على الحدود البولندية؟ 2,057,114 دخل الأراضي البولندية. حتى الآن تم السيطرة على 50% من مدينة ماريوبيل. قبل أقل من ساعة من الآن حذيفة كنت معنا وسمعنا سويا صوت انفجار كبير، وبالتالي هذا يفسر هل ما زالت الممرات الإنسانية آمنة؟ هل لديكم ما يكفي مثلا من القدرات الدفاعية؟ طبعا من الأسلحة التي أتت من الغرب. هذا هو الحصار، روسيا تحاصر المدن الكبرى الآن. أيضا وأنا أتحدث إليك أسمع انفجار آخر في هذه اللحظة. روسيا بدأت تستعمل صواريخ استراتيجية اسكندر. موضوع يقلق واشنطن منذ اليوم الأول لأنها استطاعت أن تشكل تحالفات. إن كان هناك أي إجراءات اقتصادية تم اتخاذها مع الصين. نشاهد حزمة العقوبات الرابعة الخامسة على الطاولة. يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. أجبرت ميليشيات الحوثي عشرات التربويين في محافظة إب على حضور دورات طائفية ضمن مساعيها لاستكمال تطييف المؤسسات التعليمية في المحافظة الخاضعة لسيطرتها. وقالت مصادر تربوية إن غالبية المستهدفين بالدورات هم من دارسي مواد القرآن الكريم والتربية الإسلامية والاجتماعيات واللغة العربية. وتركز الميليشيات في دوراتها على التعديلات التي أجرتها في المناهج فضلا عن تلقيهم أفكارا طائفية. في صنعاء أجبرت ميليشيات الحوثي عددا من مسؤولي المناطق الأمنية على حضور دورات طائفية وعسكرية وهددت من يتغيب بالاعتقال. وقالت مصادر أمنية إن ميليشيات الحوثي أجبرت عددا من نواب مدير المناطق الأمنية في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها، أجبرتهم على حضور دوراتها الطائفية التي تحرض على العنف والكراهية. وأوضحت أن الميليشيات اقتادت المسؤولين الأمنيين وعددا من ضباط الداخلية إلى مراكزها السرية في معسكر تدريبي بمديرية بلاد الروش، وقامت باعتقال كل من رفض حضور تلك الدورات الطائفية والتنشيطية العسكرية. من القاهرة الدكتور فارس البيل الأكاديمي والمحلل السياسي اليمني. دكتور فارس أهلا بك. لماذا يستهدفون العسكريين والمدرسين ومن يعرفون في فقه الدين والقرآن وغير ذلك من أمور؟ يعني ماذا يريدون من وراء هاتين الفئتين تحديدا؟ تحية لك وللمشاهدين الكرام. هاتان الفئتان مهمتان للغاية في مسألة أن المعلمين يقفون على حجر زاوية العملية التعليمية، وميليشيا الحوثي مركزة بشكل كبير على هذه المنطقة الثقافية في المجتمع، وتريد أن تسابق الزمن لتغيير هوية وعقيدة وثقافة وذهنية هذا الجيل تماما كما حدث. والأمنيين لأنها تريد أن يكون هنالك حالة من الولاء الكبير بالنسبة لهذا القطاع الأمني، وتضمن أن ينفذوا كل ما تريده منهم ميليشيا الحوثي. بالمناسبة هذه الدورات هي سنة إيرانية بدأتها عندما جاء نظام الخميني عفوا وسيطر على إيران،
ويعمل بهذه الدورات في كل الدول التي تسيطر عليها أذرع إيران، في سوريا وفي العراق وفي لبنان وفي اليمن أيضا. وكثفت ميليشيا الحوثي من هذه الدورات، هي بدأتها حتى قبل أن تدخل إلى صنعاء، وعندما دخلت إلى صنعاء وأسقطت الدولة عممت هذه الدورات ووضعتها المعيار الأساسي الذي يمكن عليه أن تقيم هذا الشخص بقربه أو بعده منها. وشملت هذه الدورات تقريبا كل فئات المجتمع، حتى أعضاء مجلس النواب القابعين في صنعاء خضعوا بالإجبار لهذه الدورات، كل الفئات المجتمع بما فيهم الأطفال وحتى النساء أيضا تجبر على حضور هذه الدورات، وهي دورات تمتد لعدة أيام في أماكن مغلقة تماما، لا يتواصلون بأحد، وتلقى عليهم كثير من الدروس الطائفية والدروس التعبوية التي تحثهم على اعتناق كل الأفكار المذهبية وولاية الفقيه وضرورة معاداة كل القوى الأخرى وكل هذه الأفكار البالية التي تقحم إقحاما في عقول وأذهان من يحضرون هذه الدورات. وأعتقد أنها خطر كبير وخطر عميم، وهي أخطر من الحرب حتى. وللأسف تسير ميليشيا الحوثي بوتيرة متسارعة للغاية في هذه الدورات، وفي سنة واحدة عقدت أكثر من 700 دورة لأعداد مهولة. هي تستغل أيضا فاقة المجتمع وحاجة الناس للمال وللأعمال وتجبرهم على هذا الأمر، بل أن ميليشيا الحوثي وصل بها الحد إلى إجبار أهالي القتلى الذين قضوا مع ميليشيا الحوثي بأن يحضروا هذه الدورات، وإلا فإنها تهددهم بالمخصصات أو ما يمكن أن تقدمه لهم، وكثير من الفئات تخضع بعملية إجبارية لحضور هذه الدورات، وأعتقد أن خطرها كبير وعميم للغاية. هذه الدورات ستحيل المجتمع اليمني بعد سنوات إلى مجتمع آخر بثقافة أخرى، نعم، بذهنية أخرى، بحالة من التعصب والعنف. والأخطر من ذلك أستاذ محمود أن كثير حالات حصلت حالات كثير ممن يخرجون من هذه الدورات يخرجون بثقافة العنف، وحصلت ورصدت بحسب كثير من المراكز، كثير من الناس خرجوا من هذه الدورات وبعضهم قتل والديه وبعضهم قتل عمته، وبعض هذه حالات مرصودة وموجودة بسبب الأفكار التي تلقونها في هذه الدورات. أسأل دكتور فارس، دائما نسأل عما تقوم به الميليشيات، لكن لم نسأل عن قابلية المجتمع لهكذا ممارسات في تغيير، وهذا مجتمع يعني معتدل ومسلم، وبالتالي إلى أي حد يمكن أن يكون هناك قابلية لما تفعله هذه الميليشيات؟ هل المجتمع لهذه الدرجة أنه يمكن أن يتأثر بندوة أو ندوتين أو ميليشيا تعيش مثلا 8 سنوات أو 9 سنوات في بلاد ممكن 500 سنة ولم تتغير يعني من الممارسات عليه؟ هل هذا المجتمع بهذه الهشاشة التي نصورها نحن في الإعلام بهكذا كلام يعني؟ هذا سؤال مهم وعميق في ذات الآن. إجابته في أن ميليشيا الحوثي لأنها حريصة على العدد المهول من هذه الدورات، لأنها تجد أن ذهنية المجتمع اليمني غير قابلة لهذه الأفكار. صحيح لدينا نسبة من الأمية كبيرة، ولدينا نسبة من الجهل في المجتمع اليمني نقر بها، ولدينا عاطفة دينية، مجتمع يمني محافظ قبلي لديه قابلية للأفكار الدينية. صحيح ربما هذه تسهم في على الأقل يعني الاقتناع المؤقت حتى، لكن ما أنا متأكد منه أن غالبية اليمنيين القابعين تحت ضاغطة ميليشيا الحوثي إنما يتقبلون مرغمين، هم مكرهين على هذه الدورات، مكرهين على يعني قابلية لمثل هذه الأفكار من أجل أن تمضي حياتهم لا أقل ولا أكثر. عدد كبير اشتكى من هذه الدورات وفضح هذه الدورات ولم يقتنع بالأفكار حتى البدائية التي تطرح في هذه الدورات، لكن هو مضطر أن يساير هذه الميليشيا لأنه سيتعرض للعنف، ربما إلى القتل. كل من يخالف ميليشيا الحوثي يتعرض لأقصى العقوبات، وبالتالي أنا أتصور أن قابلية المجتمع اليمني في غالبيته رافضة لهذه الأفكار، وإذا من قشعت
ضاغطة ميليشيا الحوثي على هذا المجتمع سنشهد أن هنالك رفض كبير للغاية من قبل المجتمع اليمني لهذه الأفكار، لكن ليس لديهم مفر في كل الأحوال. ولا لا نلوم الذين يخضعون لمثل هذه الدورات أو يخضعون لمثل هذه الأفكار، لأنها خارج العصر أولا، ولأنها خارج الحياة، وفي عصر الانفجار المعرفي لا أحد يتقبل مثل هذه الأفكار القديمة والأفكار العنيفة الأفكار المتطرفة، لكن يضطرون لقبولها نوعا ما. في كل الأحوال هنالك نسبة ربما تقتنع للأسف، نعم. هنالك نسبة ربما تتأثر بمثل هذه الأفكار، وكما ذكرت لك أمثلة من يعني ذهبوا إلى حالات عنف، وهذا خطير للغاية. والأخطر أولئك الشباب والصغار السن الذين يتلقون هذه الدورات، وميليشيا الحوثي تركز بشكل حاث على هذه الفئات تحديدا، لأنها تدرك أن هؤلاء هم الذين سيحملون هذه الأفكار وسيصطبغون بها لفترات طويلة، ويعتبرون سلاحها الأخطر في مواجهة المجتمع اليمني والثقافة اليمنية وتغيير هذه الهوية اليمنية. لذلك هنالك عدد كبير من الأطفال، وللأسف هذا السن الصغير يمثل 60% من إجمالي سكان اليمنيين، وبالتالي هذا خطير للغاية. ويمكن أن نلاحظ فقط على تركيز ميليشيا الحوثي أنها جعلت على رأس وزارة التربية والتعليم شقيق عبد الملك الحوثي، وهو أكبر منها أيضا، ومتعمق في 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 هذه الطائفية، بمعنى أن ميليشيا الحوثي تركز على الجيل الشاب والجيل الصغير وجيل المتعلمين بدرجة كبيرة، لأنها تريد أن تبقى وأن تستمر بهذه الأفكار لفترات طويلة. للأسف ليست هناك برامج مضادة لما تفعله الميليشيات فيما يتعلق بالتطييف والتغيير المذهبي وشيء من هذا القبيل، وهنا السؤال، يعني وكأن الشعب متروك لما تقوم به الميليشيات، يعني لمن يطرح هذا السؤال؟ يعني هل الشرعية ممكن الحكومة وهي أصلا يعني لديها مهام سياسية واقتصادية وشيء من هذا القبيل، أم لمن؟ هذا مؤسف، مؤسف للغاية. وكما ذكرت سابقا ما تقوم به ميليشيا الحوثي من عملية تطييف هي أخطر من الحرب. الحرب يمكن أن تنتهي اليوم أو غدا، ستنتهي في كل الأحوال، لكن سيصحو اليمنيون على قنابل عفوا موقوتة، هذه الأفكار التي زرعتها ميليشيا الحوثي في إطار وفي الخارطة الذهنية للمجتمع اليمني مخيفة، وسنحتاج سنين طويلة للقضاء عليها. وبالموازاة لا توجد جهود حقيقية لا من النخب ولا من المؤسسات الرسمية ولا حتى من الأحزاب السياسية وحتى الفئات الثقافية، المؤسسة الدينية، المؤسسة، كل هذه المؤسسات المناوئة لميليشيا الحوثي لا تبذل أقل الجهد لمواجهة هذه الأفكار، وهذا خطير للغاية. تحدثنا كثيرا في هذا الأمر، الجميع يركز جهوده على الحالة السياسية، والحالة السياسية هذه يمكن أن تتغير، لكن هذه الحالة الفكرية التي تركز عليها ميليشيا الحوثي حتى وفي وهي كنخب دكتور فارس المعارك تركز كثيرا. يعني أنت دكتور فارس ومعك أسماء، نعم، كبيرة، نخب يمنية موجودة في المهجر أو شيء من هذا، لماذا لم تقدموا مشروع؟ يعني هناك قنوات إعلامية كثير وقنوات يمنية، وهناك كتاب يكتبون مقالات وشيء، لماذا لم توحدوا برنامج وتقدموا للقنوات؟ لأنه وتغير آلية الحوار، بمعنى دائما تظهروا ما تفعله الميليشيات لكن لا تغيروا أو تواجهوا الأفكار التي تنتج. يعني لماذا لا يكون هناك برنامج دقيق أكاديمي، وأنت أستاذ أكاديمي، بأن يطرح في مواجهة تصحيح المفاهيم التي تعمل هذه الميليشيات على تغييرها، وليس فقط إظهار ما تفعله الميليشيات من سوء؟ يعني أتفق تماما معك أستاذ محمود، وهذه مسؤولية نتحملها ونحن مقصرين فيها، وكل اليمنيين معنيين بهذه المهمة، سواء كانوا في الدولة أو كانوا في القطاع المدني، أيا كان موقع كل يمني هو مسؤول، وعلى النخب أيضا مسؤولية مضاعفة. صحيح قدمت بعض الأفكار البسيطة والمتواضعة، وقدمت بعض المشاريع، قدمنا مسألة أن تتحمل أو توجه كثير من القنوات للداخل اليمني لاستغلال شبكة الإنترنت على ضعفها، نعم، للداخل اليمني لمواجهة مثل هذه الأفكار، لكن هذه جهود أنا أعتقد، نعم، أنها تحتاج
إلى مشروع متكامل تقوم به كل المؤسسات متضافرة. شكرك دكتور فارس البيل. شكرا جزيلا دكتور فارس. أعلنت الولايات المتحدة أنها أعادت إلى عهدة السلطات اليمنية 77 قطعة أثرية منهوبة، مشيرا إلى أن هذه الكنوز الأثرية سيتم الاحتفاظ بها مؤقتا في متحف في واشنطن بموجب اتفاق مع الحكومة اليمنية. القطع الأثرية هي 64 قطعة رأسا حجريا منحوتا و11 قطعة صفحة مخطوطة من المصحف ووعاء منقوش من البرونز وشاهدة جنائزية تعود إلى عصر دولة اللاتمعين التي يرجع تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد. السفير اليمني لدى واشنطن محمد الحضرمي ثمن الجهود الأمريكية في ضبط هذه الآثار، مضيفا أن الآثار اليمنية تعرضت للسرقة وللنهب والتهريب من قبل المنظمات الإرهابية كالقاعدة وميليشيا الحوثي، مشيرا إلى أن عددا من المتاحف اليمنية تعرضت للسطو بعد الانقلاب الحوثي. تفاصيل أكثر أستاذ فيصل العواضي مستشار وزارة الإعلام اليمنية. أستاذ فيصل، متابعتك لهذه القطعة 77 قطعة لكنها لن تعود الآن، موجودة مؤقتا عند الأمريكيين، وبالتالي ما الذي يضمن العودة وقتما تريد أي حكومة أن تعيدها في المستقبل؟ مساء الخير عليك أستاذ محمود وعلى المشاهدين الكرام. في الحقيقة نحن من خلال وزارة الثقافة ووزارة الخارجية نبذل جهود مضنية، كون أن هناك 4000 قطعة أثرية فقط هذه التي سرقت من صرواح وكان تم استخراجها بواسطة معهد الآثار والمعهد الألماني للآثار، وكانت معدة لقيام متحف في مأرب وتم نهبها وسرقتها من قبل ميليشيات الحوثي وتهريبها إلى أنحاء شتى من العالم، حتى أن الاستعانة بالأنتربول الدولي استطعنا إلى الآن أن نحصل على أو نحدد مكان 600 قطعة فقط، بينما هناك آلاف القطع التي ذهبت إلى إيران، وهنا تكمن الصعوبة في مسألة استعادتها. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية نحن حاولنا الاستفادة من تجربة العراق معهم، كون الآثار العراقية أيضا تعرضت للنهب بعد غزو 93 وتم استعادة جزء كبير منها من الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن نبذل جهود عبر اليونسكو وعبر الانتربول الدولي لملاحقة القطاع الأثرية اليمنية التي هربت. كما قلت المتاحف تعرضت للنهب والمواقع الآن الأثرية يتم التنقيب فيها بشكل غير علمي ويعني يحصل عبث كبير. نحن الآن أيضا هناك مجموعة من المنظمات تحاول إقامة متحف افتراضي لتوثيق معلومات القطاع التي سرقت من المتاحف والتي لها سير ذاتية من صور ومعلومات ومواقع، يعني تحديد المواقع الأثرية. أريد أن أشير هنا إلى أن اليونسكو كانت في الثمانينات قد أصدرت ميثاق وقعت على كل الدول الأعضاء، وهو اعتبار أن كل قطعة أثرية تفقد قيمة الأثرية فور الخروج من موطنها، وكثير من الدول والهيئات العلمية والمهتمين بالشؤون الآثار لم يعودوا يعني لا يقتنون مثل هذه القطع. الآن المشكلة أن الذين يشترون هذه القطع في المزادات، سواء قيمة مزادات في لندن أو في الولايات المتحدة الأمريكية، يقومون يعني أشخاص ليسوا بمهتمين ولا بعلماء، وإنما هواة يحاولون أن يزينون بهذه القطع صدور صوالينهم، لكن لا خوف من القطع التي تحصل عليها الحكومات، سنستعيدها بإذن الله تعالى. وكما حصل في عام 1994 عندما نهبت الآثار من قطع يعني من متحف حدن وتم استعادتها بواسطة الشيخ سلطان القاسمي من الشارقة، تم إعادتها كلها إلى متحف حدن والحمد لله يعني تجاوزنا المشكلة. لكن الآن المشكلة أكثر من
قيادة اليمن. شكرا. ونسعى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار بتحريم وقتي انتهى، لكن أستاذ فيصل عوادي، أستاذ فيصل شكرا جزيلا لك، وصلنا للختام، لكم دائما تحياتي وإلى اللقاء.